بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا مع بعض كيفية يعني يحبوها الأطفال ويحبوها الكبار، وهي البيتزا. وحنايا يعني شفنا عدة أنواع من البيتزا، واللي نفضلوها ويفضلوها أبنائي هي البيتزا الإيطالية بطريقة جد مبسطة. رايحين نشوفوا بلي ما فيهاش يعني مكونات كثيرة، مكوناتها بسيطة، وحتى هي في طريقة أدائها بسيطة. إذا نحتاج إلى الفرينة. رايحة نخدم بنصف كم، يعني 500 غرام من الفرينة. عندنا ملعقة من خميرة الخباز. عندنا 3 ملاعق أو 4 ملاعق من الزيت، ملعقة من السكر والملح طبعا. إذا نبدأ ننخل الفرينة مع بعض. بسم الله. هنا ماهيش شرط تكون 500، نقدروا نديروا أقل من 500 غرام. تجينا زوج خبزات يعني توكل عائلة، تكون المحتوى تاعها حتى الست أفراد. ست أفراد، وإلا كنتوا باين أكثر فضعفوا المقادير. إذا ننخل الفرينة مع بعض، ننخلها جيدا بطريقة بسيطة ما تكلفش. عندها يعني أسكيس واحد، دوك نقولها لكم. يعني هنايا إذا ملعقة من السكر، عفوا الملح، الملح كمية من الملح، وعندنا الزيت ملعقة، 2، 3 أو 4 ملاعق، 4 نكتفي بربع ملاعق. إذا نحاولوا باش نبسو، خاطر لازم شوية نبسوها، نقوم بعملية نبسوها ببعض الثواني. ماهيش صعبة، اللي يتبع يعني الطريقة راح ينجح فيها يعني بسرعة، ما تكلفش وماهيش صعبة. إذا خلاص هنايا ورايحة نجيب الماء باش نجمعها، نجمعوها بالماء. نجمع العجينة بالماء، ما يكونش ماشي شرط يكون دافي ولا بارد، دافي ما يهمش. عفوا هنا نسيت شيء، استسمحكم، قد نسيت عجينة الخباز. معليش نقدروا نزيدوها، نضيفوها بما اننا مازلنا ما. اذا عندنا هكا تقريبا ملعقة ونجمعو، نجمعو، ما رايحينش نعجنوها. يعني عجينة البيتزا لا تعجن، تلميها فقط، مجرد تلميها وتخليها ترتاح. ورايحة نقول لكم يعني السر في العجينة الإيطالية. العجينة الإيطالية ما تحتاج لا تعجن ولا، ولكن السر انك تخليها ترتاح عدة مرات، ومن بعد كما نقولوا يلفو لا غونفلي اي لا دي غونفلي عدة مرات. هذا مكان، هذا هو سر العجينة الإيطالية. وصدقوني تجي لذيذة، وتجي يعني الأطفال يحبوها كما هكا، ما يحبوهاش تكون غليظة. بعض المرات أنا نشوفو البيتزا تكون السمك تاعها يكون كبير، ما نقدروش ناكلوها، ما نقدروش، ما نستوعبوش هذاك السمك، ما نستوعبوش. اذا هنا خلاص راني جمعتها، نجمعها، ماهيش صعبه، تجمع جيدا. نجمعها خلاص، جمعتها ثم نخليها ترتاح تختمر، هي ترتاح وتختمر.
عندما تشوفوا ان يعني الحجم تاعها ضاعف عاودوا خرجوا داك الهواء يعني ديغونفلي لا خرجوا لها الهواء وعاودوا خلوها ترتاح مره ثانيه حتى المره الثالثه نقدروا نستعملوها. وبعض المرات انا مراني يعني مستعجله غادي نخدمها اليوم معكم، ولكن في بعض المرات نعجنها نلمها ونخليها حتى للغدوه. يعني تقدروا تخدموها مثلا الصباح وتخلوها ترتاح العشيه وتخبزوها، والا ديروها في الليل والغد الغد تلقوها واجده يعني ما تخافوش منها. اذا هذا هو رايح نغطيها بابي فيل نغطوها بابي فيل ونخلوها ترتاح حتى يضاعف الحجم. اذا طريقه سهله جد جد مبسطه ما فيهاش، اذا هذا هو وخليها ترتاح حتى يضاعف ضعف الحجم ثم نتلاقوا ان شاء الله. اذا عفوا هذا هي خلاص ونديروها في مكان يكون دافئ بما اننا في فصل الشتاء، اذا تطلب شويه وقت، ولكن نتوما اذا كان عندكم مكان دافئ فحطوها في مكان دافئ وخلوها ترتاح نتلاقوا من بعد ان شاء الله ما تنتفخ. الان ننتقل الى لاصوص يعني الصوص تاع اللي نرافقوها مع البيتزا. عندنا كميه تاع طماطم واحد ثلاث حبات ولا متوسطين طماطم، عندنا بصله رابي تكون رابي باسكو من بعد رايحين نميكسو ما يهمش تكون غليظه ولا من بعد غادي رايحين نميكسو كاع لاصوص ان شاء الله. وعندنا لاصوص طوماط ملعقه او ملعقه ونصف، والتوابل انا بالنسبه ليا عندي الملح والفلفل الاسود، عندي هادو زوج توابل يعني سوى الملح والحور اللي نديرهم في لاصوص تاع البيتزا. وهكاك اللي بغى يزيد الزعتر ولا يدير توابل اخرى فله الحريه، لان الاطفال تاعي ما يحبوش نكهه تاع توابل اخرى. اذا رايحين ننتقلوا نقلوا هاد الاشياء مع بعض وننتقل نرجعوا من بعد ونميكسوا لاصوص مع بعض. اذا حضرنا صلصه الطماطم هاي سخونه معليش حتى ولو كانت سخونه رايحين نميكسوها مع بعض. بسم الله ننتظر حتى تجهز العجينه وان شاء الله نتلاقوا فيما بعد. الحين ديغونفلو احنا انا بما انه الشتاء ما تغونفلاتش مليح ما خليتهاش لفتره اكثر، ولكن نتوما انا ننصحكم تخلوها لمده اطول يعني من الصباح تخلوها تغونفلوها شحال من مره. حنا هذه المره الثانيه اللي غونفليتها رايحه نخرج الهواء وراح نجيب الفرينة ونكونوا الفطيرة الأولى. إذا بالنسبة للحشوة عندنا صلصة طماطم، عندنا كفتة راني يعني درت فيها الملح والفلفل الأسود، عندنا الزيتون الأسود كاين اللي يبغي عندكم الإختيار تبغوا ديروا الزيتون الأسود أو الأخضر، وعندي شيدار. شيدار أنايا بالنسبة ليا نشتري شيدار ذو النوعية الممتازة اللي عنده الذوق الكرويير، انا نفضله الابناء تاعي يفضلوه احسن. الا تبغوا ديروا الفرماج غابي ثاني لكم الاختيار، وعندكم الحشوة كل واحد وما يناسبه، كاين اللي يقدر يدير الكفتة كاين اللي ما عندهاش كفتة يدير الطون، اللي ما عندهاش يديرها فيجيتاريان يعني يدير فيها شوية فلفل، وهذا هو هذا بالنسبة للحشوة. اذا الان رايحين نحشو بعد ما درتها في ورقة بابي دو كويسون رايحة ندير الصلصة. بسم الله هذه الفطيرة الأولى، قسمت العجينة إلى قسمين الفطيرة الأولى والفطيرة الثانية. إذا رايحة نعمرها كاع نملأها باللاصوص، وماذا بينا أطفال تاعنا نعلموهم يعني الأكل في البيت هذاك الجاهز راهم يشروه من برا. انا نظن
ما عندهاش اهميه للصحه تاع الابناء تاعنا، خاصه اللي كانوا في فتره النمو. نظن نفضلوا بلي نديروا في البيت حتى ولو كان بطرق بسيطه، ولكن اونيفيت يعني نبتعدوا على الجاهز، الاكل الجاهز تاع برا، لانه راه يضر الصحه. وحتى الاطباء راهم يمنعوا ولا ينصحوا ان نمنعوا اولادنا من الاكل خارج البيت. اذا الان رايحه نشكل الفطيره، نستعمل الزيتون الاسود، يعني ماهوش اختياري، كل واحد كما يحب يدير. وشي دار يبعد في حتى من خرجوها من الفرن. رايحه نقسم هذا اذا وعشوائيا نحطوا الكفته، لان ماشي شرط يعني الا لل بور لا سافور سي تو، ماشي شرط تكون مملوءه بالكفته. كاين اللي يدير فيها الطون، بعض المرات انا ولادي ما نديرهمش، ما نديرلهمش الكفته، ندير لهم الطون، وتخرج صدقوني تخرج يعني ما شاء الله. راني حد راني درت لا كوزينير يعني الفرن، لو فور الفرن درته هي يسخن على درجه 150 حتى 180، وندخلها ونخلوها يعني تخبز، ومن بعد نلتقوا في مره. وهذه هي البيتزا تاعنا بعد ما طابت، راح نوريكم. اذا ها هو السمك، راكم تشوفوا هنايا السمك تاعها، يعني هي رقيقه ماهيش غليظه، والاطفال تاعكم رايحين يحبوا. ونرافقوها بعصير من البرتقال طبيعي، وان شاء الله نتلاقوا في الفيديو المقبل ان شاء الله، وشكرا.